التاسعة والثلاثون، أنها متضمنة لذكر الله وشكره ومعرفة إنعامه على عبيده بإرساله. فالمصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وقلنا هذا والصلاة الإبراهيمية هذه فيها نوع من أنواع التوسل، والتوسل بإيش؟ بالأفعال. اللهم صلي، الله صلاة الله على نبيه ذكره في الملأ الأعلى، أو قيل رحمته عليه الصلاة والسلام. نعم. فالمصلي عليه صلى الله عليه وسلم قد تضمنت صلاته عليه ذكر الله تعالى وذكر رسوله وسؤاله أن يجزيه بصلاته عليه ما هو أهله كما ما هو أهله كما عرفنا ربنا تعالى وأسمائه وصفاته، وهدانا إلى طريق مرضاته، وعرفنا ما لنا بعد الوصول إليه والقدوم عليه. فهي بعد الوصول إليه والقدوم عليه فهي متضمنة لكل الإيمان، بل هي متضمنة للإقرار بوجود الرب المدعو تعالى وعلمه وسمعه وقدرته وإرادته وصفاته وكلامه وإرسال رسوله وتصديقه في أخباره كلها، وكمال محبته. ولا ريب أن هذه هي أصول الإيمان. فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم متضمنة لعلم العبد ذلك وتصديقه به ومحبته له، فكانت من أفضل الأعمال. حسبك. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.